فاكرمنا قصة السيدة الفاضلة الأم، هي الآن بين هذه ربها، أسأل الله أن أرحمها رحمة واسعة، الأم الفاضلة الغالية اللي بعتت لي ابنها، أنا قلتها وبحب أقولها معلش اسمعوا مني تاني وتالت وتلاتين. الأم بعتت لي ابنها في درسي في المنصورة وقال لي يا شيخ معلش سامحني أنا مكلف بكلمات أن ألها لك كده بنصها. قلت له تفضل قولي يا حبيبي. قال لي أمي، أمه يعني، قالت له روح لمحمد حسان وقول له يا محمد يا حسان أمي منتظرك تيجي تزورها الليلة دي. قلت له تفضل اركب. وذهبنا إلى قرية متواضعة جدا وإلى بيت مبني بالطوب اللبن، طوب الني، بيت فقير متواضع، امرأة تجاوزت 70 من عمرها ما شاء الله. لا تغفلوا، هقول لحضرتك مش دقيقة، لا ثانية، لا يعني بقى خد كمان كلام الدكتور أحمد زويل فهمت ثانية، والله لا تغفل أبدا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغفل عن الصلاة على النبي أبدا، تنظر إليك وترحب بك ثم تدخل في الصلاة على رسول الله وتغيب في الصلاة على رسول الله ثم وهكذا. يعني شعرت بضآلة شديدة وحقارة شديدة جدا تجو إلى جوار هذه الأم الغالية الفاضلة، سبحان الله. فأنا بقول لها يا أمي أنت بعتي لي وأنا جيت، قولي لي بقى إيه اللي تعبك، وأنا إن شاء الله بوعدك الأسبوع القادم أجيب أخ من إخواننا الأطباء في التخصص اللي حضرتك عاوزاه يكشف عليك وأنت هنا. فنظرت كده وابتسمت ابتسامة جميلة فوق 70 سنة وقالت لي يا ابني أنا عارفة دائي ودوائي، أنا عارفة دائي ودوائي. فقلت لها والله تقولي لي. قالت لي يا ابني أصل سيدنا النبي ما جالش في الرؤية بقاله 3 ليالي. يا الله، قلت لها ما جالكش بقاله 3 ليالي؟ هو بيجيلك كل ليلة؟ قالت والله لو فات ليلة ما شفته أمرض، فأنا بقالي 3 ليالي مريضة ما شفتش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انت بقالك كم سنة ما شفتوش، وانت بقالك كم سنة ما شفتيش النبي عليه الصلاة والسلام. القضية يا اخوانا احنا بكاشين كبار، معلش سامحونا، احنا بكاشين كبار. يقول لك احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، اللي يحب النبي زق، هي عربية ترمس مش عربية لب، ده محبة صادقة. والذي يعلم الصادق من الكاذب وهو الملك، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده المحبة، ده موضوع كبير، ده المحبة دي شطر العبودية، ده حب وذل، كمال الحب مع كمال الذل. هذه عبودية، ومحبتنا لرسول الله إنما هي محبة تابعة لمحبتنا لربنا جل وعلا. فالمحبة ده موضوع كبير، انت متصور؟ اما قلت لحضرتك صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله، متصور ان دي كلمة سهلة؟ طب بس حقق انت المحبة، حققي انت المحبة يا اختاه ويا اماه، ورب الكعبة ستسعدين بالنظر الى وجه الحبيب رسول الله، فهو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. اسمع الرواية تاني، من رآني في المنام، يا سلام نعمة والله، من أعظم النعم ومن أجل النعم، من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب. عرفت الجواب وعرفت أنت والد الفاضل وأخي الغالي وابن الحبيب، هل عرفتم الجواب كيف نرى حبيب الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع والمحبة، كلمتين وعشان ما تنساش وما كترش عليك، الاتباع والمحبة، الاتباع، والاتباع ثمرة المحبة، الاتباع ثمرة الحب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. لا لا تاني يا مولانا، تاني ما تلحقش علينا الكلمتين دول تاني، لأن دول أصول. طب اسمع تاني، بس أنا زعلان لأن معقول تسمع الجواب عن النبي بالكيفية دي وما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال المحب الصادق من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. صلى الله على حبيب قلبي، صلى الله على حبيب قلبي، صلى الله على حبيب قلبي وروحي رسول الله.
اللهم لا تحرمنا من رؤيته في دنيانا، ولا تحرمنا من صحبته في أخرانا، ولا تحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى بحبنا له وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال الحبيب: وماذا أعددت لها؟ أنت عملت إيه للساعة؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. الله أكبر، والله يا رسول الله ما فيش عمل كثير، يعني والله ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال الحبيب: المرء مع من أحب. مش بقول لحضرتك المحبة مش كلمة؟ المرء مع من أحب. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أكون معهم أو أن أحشر معهم، وإن بحبي لهم وإن قصر عملي، وأنا أقول: وأنتم معي ونحن نشهدك يا ربنا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك يا ربنا برحمتك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم رؤية الحبيب في الدنيا، رؤية الحبيب في الدنيا. من رأني في المنام هنا في الدنيا، من رأني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأسأل الله ألا يحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. خلي بالك: وكفى بالله عليما. خاتمة جميلة، وكفى بالله عليما، يعني الله جل وعلا يعلم الصادق في محبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الكاذب. أسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين.